في بداية السيشن النهاردة هنعمل عكس اللي عملناه المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت كانت البداية هي إن إحنا نحل المشاكل اللي عندنا، ونهايتها كانت شرح حاجات بسيطة جدا من ال HTML. النهاردة هنعكس الفلو ده. في الأول، النص الأول من السيشن هيكون عبارة عن شرح الجزء الجديد، والجزء الثاني من السيشن هو اللي هنكون فيه بنحل تدريبات، وهنكون كمان بنحل المشاكل اللي واجهتنا، عشان طبعا ايه يبقى فيه تنوع، وعشان كمان الناس ما تزهقش ان كل مرة يقعدوا فترة قبل ما نبدأ شرح. تعالوا بقى نشوف. اولا نراجع كده مراجعة سريعة على الحاجات اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. كنا قلنا ان لغة ال HTML اللي هي ال Hyper Text Markup Language هي عبارة عن لغة لتصميم مواقع الويب، ومواقع الويب دي اللي هي زي جوجل أو زي أمازون أو زي أي صفحة تانية بنقدر إن احنا نفتحها بسهولة من خلال البراوزر. وانت كمان قلت إن لغة ال HTML بنعتبرها العمود أو الأساس بتاع الصفحة، اللي هي بيحدد الأماكن بتاعة ال elements، أو بنحط ال elements نفسها والعناصر نفسها على الصفحة. كأني كده قمت جايبة الكومودينو، وبعدين قمت جايبة الإدراج اللي حاطه هو الكومودينو. السلام عليكم يا مس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ياسين. وبعدين قمت جايبة مثلا البلاط. لسه داخل. اوكي يا ياسين، أخش على البرنامج. احنا لسه بس بنشرح شوية حاجات في البداية، وبعدين هنبدأ نفتح البرنامج مع بعض. اوكي. اوكي، يعني دلوقتي يا شباب عادي ان انتم ما تفتحوش انتوا البرنامج. جبتوا دي منين؟ احنا ايه؟ لا لا، دي انا مش محتاجاكم تفتحوها يا حبيبي. انا هنا كنت بقول ان لغه ال HTML اشبه باني انا بحط العناصر المعينه دي عندي في الصفحه، يعني بحط الكومودينو وبحط الادراج، بحط السيراميك، بحط هنا مثلا سرير. طب هل انا كده بكون خلصت الموقع؟ لا، بندخل بعد لغه ال HTML اللي احنا بنقول عليها لغه الاساس، هي اللغه اللي احنا بنحط فيها اساس الموقع، بندخل على اللغه اللي هي CSS اللي هي لغة بقى الديكورات. ان انت تكون حاطط الادراج دي جوه الكومودينو، ملون الكومودينو بالوان معينة، ترصص السيراميك وتحطه بالوان معينة، وتحط مثلا السرير جنب الكومودينو. دي كده اسمها تنسيقات. هل ينفعني انا انسق او احط الوان من غير ما يكون عندي الاساسيات نفسها؟ الناس نايمة ولا ايه؟ لا يمكن. طبعا ما ينفعش. عشان كده اول حاجه بنتعلمها هي لغه ال HTML. بس يا مس، انا الشير عندي يا مس مش ظاهر. مش ظاهر على الجهازين؟ اخلص الحصة هني. لا يا مس، انا مش عارفة، بس اشوف من الجهاز التاني، لان انا يعني شايلة صفحة زوم. طب الناس الباقيه الشير ظاهر عندها ولا لا؟ مس مش ظاهر عندنا. ظاهر. ظاهر. طب ممكن انتي تخرجي وتدخلي تاني، او تقفلي الصفحة وتفتحيها تاني. السلام عليكم يا مس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثواني يا شباب أكون معاكم. امس كده الشير ظهر. شباب طيب ممكن محدش يكتب حاجة؟ طيب يا شباب، ميسي، ايه العلامة البيضاء اللي انت عاملاها؟ لا ده دي صفحة بس بنشرح عليها شوية حاجات يا عبد العزيز، وبعدين هنكمل.
يا مس، انا اول ما قفلت ايوه اللابتوب وفتحته تاني البرنامج راح، البرنامج محذوف عندي، راح محذوف. احمله ازاي تاني؟ زي ما حملناه المرة الأولى، ادخل على ما. كان المفروض تحمله قبل السيشن مش في وقت السيشن خالص. في وقت السيشن هنبدأ على طول في الشرح، فانت ازاي هتبقى لسه بتحمل البرنامج؟ ما ينفعش الدلع ده من اولها يا عبد العزيز. طيب يا شباب، لغة ال HTML كمان ممكن نمثلها على اساس ان هي، ماما جيبي لي الملفات. لو سمحتي يا عبد العزيز اعمل ميوت لان احنا في الشرح. ممكن كمان نمثل لغة ال HTML على اساس ان هي لغة عبارة مثلا عن زي جسم الانسان كده. جسم الانسان بيتكون من راس وجسم. الجسم طبعا انتوا عارفين انه بيتكون من كذا حاجة زي الايد والرجل والعضلات وهكذا، بس احنا دلوقتي هنقسمه انه هو هنا انسان. الانسان ده جواه راس، وجواه ايه تاني؟ وجواه جسم. تمام؟ تمام. حد عنده مشكلة في الجزئية دي؟ لا طيب هنعمل نفس الموضوع بالظبط في صفحات الويب. هنقول ان الصفحة دي، او احنا اللغة اللي بندرسها اسمها ايه يا شباب؟ ال H I L HTML. HTML. برافو عليك. يبقى انا كده بقول ان انا عندي صفحة ال HTML بتتكون من نفس الحاجة بالظبط، بتتكون من راس وايه؟ ها؟ راس جواها راس وجسم. راس وجسم. شباب انا مش عايزه حد تاني يلعب على البورد لان انتوا بتمسحوا حاجات وزمايلكم لسه بيشوفوه. اللي هيمسح تاني حاجه من على البورد او هيكتب حاجه على البورد هيطرد من السيشن فورا، فنخلي بالنا بقى من الموضوع ده من دلوقتي. يبقى بس عايزاكم تركزوا في الاستراكشر ده او البناء ده، ان الصفحة اسمها صفحة ايه؟ ها؟ عايز حد يقول معايا تاني؟ الصفحة اسمها صفحة ايه؟ HTML. اسمها صفحة ايه يا ياسين؟ تي؟ HTML. ممتاز، HTML. طيب صفحة ال HTML قلت من شوية ان هي بتتكون من ايه وايه يا توقة؟ بتتكون من جسم وراس. بتتكون من راس وجسم او جسم وراس. برافو عليك. طيب مين بيتحط الاول يا اريج؟ تفتكري مين المفروض انه يتحط الراس الاول؟ الراس طبعا، الراس دايما بنحط الراس الاول وبعدين الجسم. لو سمحتي يا مس، هو ايه علاقة ده بالاكواد بتاعتنا او ايه علاقة ده بصفحات الويب؟ تعالوا نشوف ايه علاقة اللي انا شرحته لكم دلوقتي ده بصفحات الويب. اولا كلنا دلوقتي نفتح البرنامج بتاعنا. احنا شغالين على برنامج ايه يا فاطمة؟ فاطمة يا مس، معاك شغالين يا مس. على برنامج ايه يا قطة؟ اسم البرنامج يعني اه يا قلبي، HTML. البرنامج بقى اللي احنا شغالين عليه اللي بنكتب جواه الاكواد اللي قلنا نحمله. طيب حد عارف ايه اسم البرنامج؟ أنا يا بس مس، انا محمد. يمكن ترتيل تقولي؟ بروجر ستوديو كود، اسمه ايه؟ فيجوال ستوديو كود. ممتاز يا ترتيل، اسمه فيجوال ستوديو كود. تمام، شطورين يا شباب. طيب نفتح بقى برنامج فيجوال ستوديو كود. هعمل لكم دلوقتي شير.
طبعا احنا خدنا المرة اللي فاتت ازاي اني انا افتح صفحة للفيجوال ستوديو كود، حصل حصل. ازاي افتح صفحة فاضية في الفيجوال ستوديو كود. دلوقتي انا افتح صفحة فاضية عادي زي ما عملنا المرة اللي فاتت. اللي مش فاكر ازاي كنت بعمل صفحة فاضية، كنت بضغط على فايل وبعد فايل بختار نيو تكست فايل، تمام، فايل تمام. وبعدها نيو تكست فايل، هتتفتح لي الصفحة الفاضية دي. بعض الناس منكم ما اتفتحت لهاش بس صفحة فاضية. نفتحها من الأول. انت فتحت البرنامج يا ياسين؟ أنا فاتحه مش والله. هنفتح، ظهرت لكم الصفحة الفاضية دي اللي كنا عاملينها المرة اللي فاتت؟ لا، قولوا يا أنا جماعة. ظهر لي كلمات. شباب بالراحة، واحد واحد يتكلم. في البرنامج. اتفتحت لك الصفحة دي؟ لا امال ايه اللي اتفتح لك؟ انا لسه مش هنا في دي. دي اللي هي ايه؟ طب ممكن اللي مش موجود في الصفحة دي يرفع ايده. ترتيل، انت موجودة في الصفحة دي اللي هي الصفحة الفاضية دي؟ يعني ترتيل، انا مش معرفكيش. ايوه، طب تمام، ممكن تنزلي ايدك لان انا عايزة اللي مش عارف يفتح الصفحة دي اللي يرفع ايده. ياسين، مش احنا قلنا نفتح الزوم على نفس البرنامج، قصدي على نفس الجهاز؟ مش فاهم. كنت قايلة ان احنا نحمل البرنامج زوم على نفس الجهاز اللي احنا محملين عليه البرنامج عشان نبقى نعمل شير سكرين على طول. ماشي، حمل بقى برنامج زوم عشان تعمل لنا شير سكرين وحللك المشكلة اللي عندك. عبد العزيز، انا ظهر لي صفحة فيها اعمل كلمات، شير، اعمل شير، اعمل شير على طول. بس يا مس جاي الصفحة الفاضية. طيب يا ادم، انت داخل متأخر ليه؟ شباب اللي عنده مشكلة مش او عامل كده. ظهر، اعمل زي ما عملنا المرة اللي فاتت يا عبد العزيز، اضغط على اول كلمة وبعدين اختار HTML. اتك الكلمة على اللي فيو. تحت اول كلمة خالص اللي هي select a language وبعدين اكتب HTML واختارها. شباب نحفظ الخطوات لان مش كل سيشن هنفضل نعيد الخطوات من الاول. الحاجة اللي بتتعمل خلاص مش بتتعاد تاني. ثانيا وده الاهم، بعد كده هيبقى فيه خصم من الدرجات للناس اللي مش هتفتح زوم على نفس الجهاز. قلتي نعمل ايه؟ انا عايزة دلوقتي نفتح البرنامج على تكست فايل فاضي زي ده كده بالظبط، فاضي تماما. حد عنده مشكلة في الجزئية دي؟ مش حد مش عارف يوصل للصفحة دي؟ لا يمس. تمام. من لا شوية، انا نعم، مين كان مرحبا. بيتكلم؟ الشباب اللي بيتكلم يرفع ايده عشان اعرف اسمعكم. تمام، من شوية كنا قلنا ان انا عندي هنا الصفحة نفسها صفحة HTML مكونة من راس. راس يعني ايه بالانجلش يا شباب؟ هيد. برافو عليك. تمام، برافو. وجسم يعني ايه بالانجلش يا شباب؟ بادي. الشطارة دي. يبقى انا هنا عندي ال HTML بيج بتكون مكونة من هيد وبادي. تمام، طيب الاكواد اللي انا بكتبها جوه ال HTML كلها بنقول عليها او اغلبها بنقول عليها تاجز. تاج تاج تاجز. طب ايه التاجز دي؟ التاجز بتكون منقسمة يا شباب لنوعين من التاجز. حاجة اسمها opening tag، أنا بتكلم ومحدش يقاطعني وأنا بتكلم. في حاجة عندي اسمها opening tag، يعني التاج أو الحاجة اللي بتبين إني بدأت الشيء ده. وفي عندي حاجة اسمها closing tag، ده الشيء اللي بيبين إني قفلت الإيليمنت ده أو قفلت العنصر ده. شكل الاوبننج تاج بيبقى عامل كده، وفي النص طبعا كلمة،
وشكل الكلوزنج تاج شبهه بالظبط، ولكن في علامة السلاش دي وفي النص كلمة، وبعدين برضو علامة الأكبر من دي. يبقى أنا لو عايز أبدأ أي عنصر في الدنيا ببدأه بالطريقة دي، ولو عايز أنهي أي عنصر في الدنيا بنهيه بالطريقة دي. الكلام هيوضح أكتر لما نبدأ نكتبه ككود. اتفضلي يا عبد العزيز، عندك سؤال؟ هو احنا هنرسمه لينك رسم كده؟ لا أي حبيبي، لا لا لا، دي بس حاجات عشان أوضح لكم حاجة معينة. مفيش حد يشوف ولا يكتب ولا يرسم حاجة من دي، عايزاكم بس تفهموا اللي أنا بقوله. انا يمس في الاي سي تي اخدت ده كله، يعني اغلب انا عارفه عن الاتش تي ام ال، لكن انا لما اخدت الاي سي تي انتي اكبر من 6 ابتدائي صح؟ عديتي 6 ابتدائي؟ ايوه يا مس، يعني ايوه فعلا، ده كان مقرر على سنه 6. طب حلو جدا، يعني انا بقى المفروض الاقيكي ان انتي في السيشنز دي بتجيبي اعلى واحده في الدرجات. طيب يا شباب، انا قلت اول حاجه ان انا الصفحه بتاعتي اسمها HTML، يبقى انا اول عنصر هتعلمه النهارده هو ان انا بفتح صفحة HTML وبقفل تاني. انا مش قلنا بنفتح اللي هي اصغر منه وبكتب الكلمة وبعمل اكبر منه، بعديها بقفلها بنفس الطريقة. حتى هو بصوا بيكملها لي، قفلتها ازاي؟ نفس الشكل بالظبط، ولكن قبلها علامة سلاش. اتفضل يا ياسين. ياسين، وانت شلون فتحت الصفحة دي؟ الصفحة دي من open new text file. اعمل لي share screen يا ياسين. مس، ازاي يعني؟ مش انت فتحت الزوم على اللابتوب؟ تمام، ادخل على الزوم واتك share screen. اتذكر شير السكرين ازاي؟ مش في تحت عندك كلمة خضراء كده مكتوب share، علامة خضراء وتحتها كلمة share؟ حاضر يا شوف حبيبي. ايوه يلا يا ياسين، ماما، شايفها ماما؟ فتحت انت برنامج الزوم؟ ايوه هتلاقي تحت خالص في كلمة شير وفوقها شاشة خضراء كده، شاشة خضراء عليها سهم لفوق. يعني اخش، يعني اطلع من السيشن اخش عليها. لا ما تطلعش من السيشن، مش انت في تحت عندك الأيقونة بتاعت الزوم؟ ايوه، اضغط عليها هتلاقي اتفتح لك شاشة فيها كل الناس اللي موجودة في السيشن، وفي تحت خالص علامة المايك وعلامة الكاميرا، وفي علامة خضراء كده مكتوب تحتها شير، اضغط عليها. صور لفوق، ايوه دوست عليه. ايوه اضغط عليها، ظهرت لك شاشة، اضغط على الشاشة دي. ضغطت عليه. انت كده لسه مضغطتش عليها. بس انا هروح اشرب ميه. ماشي مفيش مشكلة. بس يلا يا ياسين، اضغط على شير دي تاني اللي هي السهم المشاور اللي فوق، بعدين اضغط على اول شاشة تظهر لك، اول مربع يظهر لك فوق اضغط عليه. طيب قولي يا عبد العزيز، عايز تسأل في ايه؟ احنا هنكتبه HTML زي ما انت ما كتبتي. اه يا حبيبي. انا اسف انا جدا، بقى استنى انا كتبتها، بعد كده اعمل ايه؟ لحد ما نخلص اللي احنا بنعمله. يا بس طيب هو احنا لؤلؤي ممكن نبتدي اتفضلي. شهر، امتى ايه؟ امتى نبتدي شرح؟ امال احنا كنا بنعمل ايه؟ انا مثلا انا فاهمه كل ده، انا اقصد امتى هنشتغل على البرنامج؟ امال احنا كنا بنعمل ايه؟ هو انت ما فتحتيش البرنامج لحد دلوقتي؟ لا يا مس، انا فاتحاه. امال ايه؟ كلنا يا شباب كتبنا HTML. معنى ان يا احنا مس انا ظاهر عندي حاجة. واحد واحد يتكلم يا شباب. نعم يا مصطفى.
بس انا ظاهر عندي حاجه اول ما فتحت التطبيق كل ما ايه اجي بقى؟ اكتب بيجيب لي حاجه، بيجيب لي اللي هو سكيلت جمود. وريني خلاص كده مس اسرع سكرين شوية. شوت. هو مس كل ما اجي ادوس ايوه مش ده اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت يا شباب؟ قلنا هنضغط على select a language ونكتب فوق HTML. HTML. تمام يا مس فتحت. بس كده وتبدأ تكتب. لا اطفي دي، اقفل دي، اقفل الصفحة دي من علامة الاكس واكتب في اللي قبلها عادي. ايوه اكتب هنا زي ما احنا كتبنا. HTML بس احنا على فكرة ال HTML بص كنا كاتبينها ازاي، كنا كاتبين قبلها اصغر من. ايوه بالظبط كده. انا كنت بس ايه مس انا في عندي يا مس انا مش شباب لو عارفه انا سمحت، هكتبها اللي عايز فين. يتكلم بيرفع ايده، اللي عايز يتكلم بيرفع ايده. نعم يا ادم. كل ما بكتب HTML ما بيقعد يجيب لي حاجات غريبة. اعمل شير يا ادم. حاضر. مس ثواني بس زميلكم يوريني الاول. ايوه افتح. طب انت كنت قافل الفيجوال ليه اصلا؟ بص في الاول انت بتضغط على كلمة فايل اللي فوق، شايف كلمة فايل اللي فوق خالص؟ اضغط عليها واضغط اول واحدة نيو تكست فايل، اول واحدة برضو اللي هي تكست فايل. ما خلاص ما هي اول واحدة في اللي ظهروا لك دي. ايوه اضغط عليها، اضغط على اول كلمة اللي هي سل. ايوه اضغط هنا. دي اه ويلكم. ايوه اضغط على select a language، اكتب بقى HTML. ماشي اهي تاني واحدة، اهي اللي هي دي أول واحدة. تاني واحدة HTML يا ابني. HTML اهي، اللي هي أول واحدة هي كده أول واحدة بالنسبة لك. ماشي بعد كده هتكتب اللي احنا كتبناه بقى من شوية، اللي هو نفتح قوس أصغر من، بعدين نكتب HTML ونقفل القوس، وهكذا اللي احنا مس كنا كاتبينه من شوية على الشاشة. بنعمل يا جماعة أصغر من الأول، قبل ما نكتب HTML بنعمل علامة أصغر من. اتفضلي يا أريج تمام. انا عندي نفس مشكلته. وريني. ما احنا حليناها مع بعض، ما شفتيش ليه احنا حليناها معاه ازاي؟ ما انا الشريعة مس عندي لما انت بتعمليها مس بيبقى اسود، مش عارفة ايه السبب، ممكن الشبكة. طب اعملي شيري اريج. تمام اريج اعملي شير. تمام بس عشان انا اول مرة اعمل باللابتوب. تمام اهو اتعمل عندي يا حبيبي. خلاص افتحي يلا الفيجوال. تمام تمام حبيبي اقفلي الشير واعملي شير للسكرين كلها، ما تعمليش شير للويندو دي بس. ثانية بس ثانية. ماشي اتكي تحت على نيو شير. تاني اتكي تحت على نيو شير. ثانية بس وبعدين اتكي على ثانية. سكرين. ايوه ايوه ماشي يا أريج بسرعة بس شوية. هو انا من دلوقتي بحلام فانا مش عارفه. دلوقتي يا مس ظهرت لي، بس المفروض يا مس هروح على سلة المفروض تروحي على ثانية. الفيجوال بقى. يا روحي انت كده مش عامله لي شير لكل السكرين اصلا، كده انت عامله لي شير للصفحه بتاعت الجوجل كروم بس او لصفحه الزوم بس. اقفلي الشير واعملي شير للسكرين كلها. يا مس
نعم، هي فين علامة أصغر من؟ علامة أصغر من جنب حرف الإم، هتضغط شيفت مع العلامة اللي جنب حرف الإم. أيوة ماشي. تمام كده يا أريش، برافو عليكي، حلو أوي. هتضغطي على أول كلمة اللي هي select a language. هي مس أيوة اتكي على دي، بعدين اكتبي فوق يلا HTML، اتكي على HTML، اكتبي بقى اللي احنا كتبناه من شوية. هنقفل الميتنج ونرجع تاني أكمل أسئلتكم.